حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حي إن جئت ربع أنسي زرودا واحبس الرايك بعندها والقود، فعسى تنقضي لبانات قلبي في رباها إذا التثمت الصعيدة. يعني وين أنت تهدأ لما تروح على قبر الحبيب، ها؟ وتشم تربة وتتذكر عاد الأيام وياه. لست أنسى لست أنسى فيها ليالي أنس. راحت الأيام حبيبي. لست أنسى فيها ليالي أنس مشرقات وعهدنا المعهود. قد نظمنا فيها حديث التهاني ونثرنا عقد الهوان منضودا وتوالت لنا المسرات فيها. إعادها تتذكرون من حجرة إلى حجرة، من مجلس صوت للحين في الآذان أظن أحبتها، وصورة هيهات هيهات تفارقكم مأجورين حبيبي. قد نظمنا فيها حديث التهاني ونثرنا عقد الهوى المنضودة وتوالت لنا المسرات فيها،
فحسبنا يا الزمان ما زال عيدا، ما حسبنا الزمان فيها يرينا، بعد إقدامه علينا صدودا شيمة للزمان شب عليا. لم يسالم من كيده موجودا، لا يراعي أخ العلا لعلاه من حيا، لا ولا يراعي وليدا، أترى للعلا أخا كحسين. إيه هذا اللي يسلينا أبو علي في الأحباء، عندك ولد فاقد نروح إلى أبو علي، عندك أخو فاقد روح إلى أبو علي. أو ترى مثل طفله مولودا، السوى ذاك أرداه بالحسام أبو علي، وهذا سهمه قد أصاب منه وريدا، وأي مصيبة كمصيبتك أبا عبد الله. يقول إنها تعالوا إلى كربلاء، تريدون تسلون عندكم مصيبة تعالوا إلى كربلاء وشوفوا مصايب هناك كربلاء، شسوت بأبو علي؟ ش عندك سيدي ومولاي؟ قال يا شيعتي نصب العزاء ونوح علي مذبوح ضامي، مشربت قطرة مي، حطوا المآتم واندبون بدمع ساكي، وبجوع على تعفير خدي بالترايب، لكم يا شيعة تحملت هاي المصايب، حتى حريمي تسلبت بالغاضري. زور ضريحي عقب ماتي واندبوني، ولا من شربت الماء يا شيعة اذكروني. ليش ابو علي؟ ترى متت عطشان ضامي ما سقوني، حز الشمر راسي وكبدي ملتضي، ما واحد الا انصاب من قبل الفجيعة، لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعة، شفتوا حد ذبحه على صدره رضيعة، قدام عيني تعفر بسهم المني. أنا يوم الذي شفت يلوج وذوب عشاي، شلت ورحت للقوم منهم أطلب الماي، جاه السهم من حرملة وتعثر حذاي، إذا على صدري لواه وشبح لي. إيه هذا البيت إليكم يا فاقدين، ش عندك أبو علي؟ وابني علي الأكبر
صار من الميدان جاني ويصيح يا ابويا العطش غير الواني انا وتعذرت لو راح علي ولا لفاني لكن نظرت على الثرى جثار امير لو تنظروني ايام جبتا يم الخدو جسما بضاع بالسيوف ودمه يفو ها اخوتي الفقيد ها وانا على العباس من الظهر مكسور من وقفتي فاقا ضلوعي من حنين ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا تدوم أحوالها ولا تسلم نزالها أحوال مختلفة وثارات متصرفة العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم عليه في هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأبعد آثارا أصبحت أصواتهم هامدا ورياحهم راكدة ومحلهم خالية وديارهم عافية استبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار المسندة والقبور الأنطئة الملحدة التي بني على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب
وساكنها مغترب بين أهل محلة موحشين وأهل فراغ متشاغلين لا يستأنسون بالأوطان ولا يتزاورون تزاور الجيران وأن لهم والتزاور وقد طحنهم بكلكله البلا وأكلتهم الجنادل والثرى فكيف بكم إذا صرتم إلى ما صاروا إليه وضمكم ذلك المضجع وارتهنكم ذلك المستودع فكيف بكم إذا تناهت الأمور وبعثر ما في القبور طيب هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد أمير المؤمنين صلوات الله عليه يصف أحوال الناس في هذه الدنيا يقول الدنيا دار بالبلاء معروفة اليوم أنت في سعادة يوم الغد لا تدري ما الذي تخبئه لك الدنيا يعني جالس ويا أحبه جالس ويا أصحاب يجيك الخمر ترى الحبيب انتقل إلى جوار ربه تتغير الأحوال كلها لا تدوم أحوالها ولا تسلم نزالها سهم لا بد أن نشرب منه سهم الموت يقول وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها تصوير أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالأول إذا أرادوا أن يتدربوا في الحروب يخلون لهم ما يعرف بالغرض يعني هدف يرمون عليه السهام يتدربون عليه يقول الناس في الدنيا هم الأغراض المستهدفة يعني الأهداف التي ترمى عليها سهام الموت فمن أصابه سهم الموت مضى وأغلق ملفه الدنيوي وفتح ملفه الأخروي ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم عليه في هذه الدنيا لا تغرك الدنيا زخرفها زخرف الدنيا والأموال على سبيل من قد مضى قبلكم شوف الأقوام السابقة أعمارهم بالمئات الله أعطاهم بسطة في الجسد وينهم اليوم ما نسمع إلا أخبارهم قصص نقرأ عنهم أو تطلع آثارهم الله يريد يراوينا الآثار بين الفينة والأخرى تطلع آثارهم عظام رفات وين الذين يعتبر أين الذي يعتبر من كل هذا يقول أمير المؤمنين ما أكثر العبر وأقل المعتبرين وما أنتم عليه على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول أعمارا وأبعد آثارا وأعمر ديارا ينحتون من الجبال بيوتا كانوا شوف القوة اللي عندهم يقول وينهم اليوم استبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الواحد بالدنيا يشوف اهتمامه منصب ببيته متى أبني إليها البيت وأجهزه وأثثه يقول هذا مو إلك إنما أنت عابر سبيل في هذا البيت اللي أنت متعب روحك طول عمرك فيه البيت هناك شلون تعمر هذا البيت هذا أنت عابر سبيل يقول استبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة النمارق الممهدة يعني الوسادة الناعمة اللينة استبدل بها الإنسان التراب
يقول بين أهل محلة موحشي موحش المقابر موحشة وأهل فراغ متشاغلين فرغوا من الدنيا وانشغلوا بالآخرة لكن لا يستأنسون بالأوطان ولا يتزاورون تزاور الجيران مع أن القبور كل قبر بلاصق بالآخر لكن وين يزورون بعضهم خلاص وأنى لهم والتزاور وقد طحنهم بكلكله البلا وأكلتهم الجنادل والثرى تغيرت المحاسن بس تخلي الإنسان يوم يومين ثلاثة محاسنه تزول خلاص يأكلها التراب فأكلتهم الجنادل والثرى فكيف بكم إذا صرتم إلى ما صاروا إلي عدكم عمل ولا يقول أمير المؤمنين تزودوا من الدنيا في الدنيا ماكو زاد إلا في الدنيا ترى تزودوا من الدنيا في الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا تحرزون يعني تنقذون به أنفسكم غدا وعمل ماكو عمل ماكو نجاة وحنا شايفين يا مولاي كل يوم والآخر نودع أحبة نودع أصدقاء نشيلهم على الناش ويالها من ساعة عاد إذا نادوا علينا يلا تعالوا شوفوا حبيبكم ألقوا عليه نظرة الوداع وين مودينا مكفنينا ومو مخلين لكم إلا وجهه حتى تودعونا تعرف ليش حتى صورة وجهه شوية تبقى عندكم كم يوم وتتذكرون قبولاتكم الأخيرة على جبينه وعلى وجناته تتذكرونها شوية وإذا بنعش يشيلون على الأعناق وأنتون من خلفه هيدوا شوية بنعش لا لا يا حبيبنا عجلوه خلونا بملحودة تعاد أصعب موقف على الإنسان هذا أصعب موقف عندما يرى الحبيب يدفن تحت التراب تلقون عليه نظرة وداع برذمتنا تقولون إليه تودعون وهالقبور كلها يا مولاي أقول لك ترى اللي مدفون فيها الإنسان يبلى يمضي ما يظل منه شيء لا يبقى في هذا القبر إلا العمل العمل فقط ما في غيره فقط العمل بعض القبور تمر عليها تستوقفك بعملها العمل هو اللي يوقف الإنسان على القبر وإلا الإنسان يمضي وشوف أعظم عمل يرجح في ميزان الإنسان محبته لأهل البيت حب أهل البيت حب الحسين بأبي وأمها كل عين باكية إلا عين بكت على الحسين مولاي هاي ليلة الجمعة والفقيد متعودين عليه يجلس بيننا طرف هالمأتم يحضر مآتم أبو علي يحضر مناسبات أهل البيت وغدا يخبروني يخبروني الجماعة يقولوا ترى باكر عندنا دعاء الندبة وأبو علي مو وياه مكانه خالي والمناسبات على باب بيتهم جالس يوزع كل ما مر واحد مر عليه رحمك الله أبو علي رحمك الله أبو علي وهنيئا لك بحب أهل البيت وهنيئا لك بولاء أهل البيت هذه منزلة ما يحصلها كل واحد يا مولاي هنيئا لك أبو علي وفقد الحبيب مؤلم وإحنا كل ما أردنا أن نمضي شوية نشفي القلوب نوديهم إلى كربلاء نخلي الإمام الحسين بالصورة يودع أحبته لكن أقول لك إحنا نسأل أبو علي أكو موقف عندك بعد غير كربلاء مؤلم ودعت أحد بها بصورة مؤلمة قال وينكم عن وداعي لأبي محمد الحسن ما جيتون شفتوني لما أنزلت بقبره ما جيتون شفتوني لما نزعت السهام من نعشي ويلا عاد روحوا شوفوا أبو علي بالها أبو محمد بالبقيع يكسر الخاطر بأبي وأمي إذا الحسين عنده ضريح
يستاهل أبو علي. وكل سنة وكل سنتين وثلاث بدلوا ضريحة أبو علي، أبو محمد ما عليه حتى شاهد على قبر. الله أبو محمد نروح البقيع ودنا بس نجلس على قبرك، انتم باكر تروحون على قبر حبيبكم ويخلونكم على قبر وتودعون وتبكون. ما أدري إحنا نروح البقيع نوصل إلى قبر أبو محمد لولا ما نوصل. خلونك تودع من تسلم عليه من بعيد ويكسرون الخاطر قبور أئمتنا كأنهم خربة. لكن البقيع أنا بغى أعرج عليك، خلينا هذه الليلة عند أبو محمد وعند الإمام الحسين إخوة إخوة. شوف شلون الخليص وهي خليصة. البقيع كأني بها تخاطب كربلة تقول صحيح يا كربلة أنت نلت الفخر كل الفخر. والزوار كل ما تسألهم وين رايحين لا وين يا زوار قالوا الغابر. عاد أبقي كم زائر على قبر الحسن يجون يزورون ما عليه زوار يكسر الخاطر لا سيما بالليل بعد مظلم البقيع مظلم. تعال اسمع لسان حال البقيع شو تقول إلى كربلاء. البقيع بدفنة المسموم قلبه من المصيبة ذا يستاهل أبو علي. ها البقيع بدفنة المسموم قلبه من المصيبة ذا هامل دمعته وعنده على أرض الطفوف اعتق. أنا يا كربلة بتربي دفنت الحسن المسموم ما خليته متعطل على حر الثرى كم يوم غسلت بجار الماي ما غسلت من الدموع وساعة دفنة حضرة عند أهل والأحبة وساعة دفنة حضرة عند أهل والأحبة لفاين بموكب التشيع جنازة بهيبة مرفوعة جسمه ما هو مبضع ولا هم كسر ضلوع ولا قلبه ولا قلبه بسهم مرمي وقطعة منه منزوعة. أيوا حسينة أيوا سيدة لفاني بموكب التشيع جنازة بهيبة مرفوعة جسمه ما هو مبضع ولا هم كسر ضلوع ولا قلبه بسهم مرمي وقطعة منه منزوعة ولا سبيا وإلي نسوى ولا حرقا وإلي هطنا ولا سبيا وإلي نسوى ولا حرقا وإلي هطنا جهزت ومن حوله على جسم الأهل لما مثلكم ها مثل الفاقدين نروح إلى أحبتنا. إذا مات الواحد من عندنا ينادي المنادي ينجالون أهل كل مكان يجون إليه. جهزت ومن حوله على جسم الأهل لما هذا يودع وهذا يقبل راسه ويشم ولما صار في قبره رشيت القبر بالماء تحت التراب واريته
ما خليت فوق تراب تحت التراب وارته ما خليت فوق. وانت يا كربلاء ايش عندك؟ عندك جواب لو لا؟ قالت بلا عندي جواب لكن مؤلم على الشيء لسان الحال. ايش عندك؟ قالت كربلاء اعتابك زيد لوعتي وهمي ما يحق لك تعاتبني على اللي بتربتي مرمي دفنت وفضل سواني جليلة وارتفع باسمي تعالوا شوف زواره وزحمتهم على الأبواب يلا بالوصول تعالوا شوف زواره وزحمتهم على الأبواب وشوف شلون زوارك يزورون الحسن في خوف وشوف شلون زوارك يزورون الحسن في خوف ما حد يقدر يوصل لقبره بالسكينة يطوف لكن شوف زواري شمسوية بأرض لطفوف أول ما يرى الزاير أعتاب يقبل الأعتاب أول ما يرى الزاير أعتاب يقبل الأعتاب أيوا إماما أيوا سيدة أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء ما يصير نختم مجلس ولا نعرج على زينب ترى المصيبة كلها عد زينب مصيبة الحسن عد زينب مصيبة الحسين عد زينب وهي مرت على ذلك الجسد وهو مهشم مبضع بحوافر الأعوجية طالع الجسد تارة وطالع الرأس تارة أخرى تقول يا أخويا يا وجه طبت المدينة شقول اللي يقول حسين وانا شقول اللي ناشدني من الناس أسألوكم لما رجعتون وين وديتون حبيب رجعتون بليا ايش اقول اللي ناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس ان في القطعة ويمين بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا يا الله إلهي بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني فرج عن كل مكروب يا الله اشف كل مريض يا الله يا الله يا الله يوم الغد أيها الأحبة سار الفاتحة الساعة الرابعة والنصف القراءة إن شاء الله في هذا المأتم المبارك من اجتمعنا بسبب اللهم اجعل في قبره الضياء والنور الفسحة والسرور والكرامة والحبور والولدان والحور انقله اللهم من ضيق الحود والقبور إلى سعة الدور والقصور احشره في زمرة محمد وآله وحسن أولئك رفيقا إلى روحي وأرواح المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. العزاء على يسار المنبر أحبتنا، بسم الله.